سعيد إن أنا أزور هذه الكنيسة التي تعتبر أختنا وكنيستنا الشقيقة، وكأنني في بيتي تماما في هذه الكنيسة. في الصباح سعدت بوجود نيافة المطران عيسى معنا في تدشين كنيسة ماري مرقس في الصباح، ودلوقتي أنا فرحان إن أنا أبقى موجود وياكم. في الأول بحب أبعت بكل التهنئة وكل الأمنيات بالصحة وبالعافية وبالعمر الطويل لصاحب القداسة والغبطة أخونا الحبيب في المسيح قداسة البطريرك ماري زكا الأول عواص. والذي تباركنا بوجوده في مصر ونحن نصلي في صلوات الجناز لقداسة المتنيح البابا شنودة الثالث، ورغم المرض ورغم الصحة العليلة إلا أنه آثر أن يأتي ويحضر ويقدم لنا درسا في الوفاء وفي الأصالة وفي المحبة. ثم بعد أن اختار الله ضعفنا لكي ما نكون شركاء في هذه الخدمة الرسولية، نجده يأتي إلى القاهرة مرة أخرى في شهر نوفمبر الماضي ويحضر مع مجموعة من الأباء المطارنة والأساقفة والرهبان، ويحضر تجليسنا في الكاتدرائية بالقاهرة في محبة غامرة، ويلقي كلمة ممتلئة بكل الحب وبكل العاطفة، والمرض لم يمنعه والأتعاب التي فوق كتفيه لم تعوقه على أن يحضر ويقدم محبة الكنيسة السريانية الشقيقة، يقدم هذه المحبة لنا ويقدم لنا أيضا درسا في هذا الحب وفي هذا الوفاء. بنصلي من أجل صحته ومن أجل شفائه، وأن يمن الله عليه بالصحة وبالعمر الطويل. أيضا أصلي في البداية قبل ما أكلمكم كلمة روحية، بصلي من أجل سوريا. سوريا تحتاج صلوات كثيرة، وأنا زرت سوريا قبل كده ورحت في حتة كذا حتة، رحت في دمشق والشام، ورحت في حتة اسمها قطنة، عارفينها؟ عارف طبعا، لازم تبقوا عارفينها. ورحت صدنايا، أيوة، رحت الأديرة اللي هناك، ورحت معلولة طبعا، معلولة بيسموها مقلولة، بيقولوا معلولة ولا مقلولة؟ معلولة خلاص. والحقيقة قضيت في سوريا حوالي 8-9 أيام، أيام حلوة جدا، وزرت فيها زقاق المستقيم، عارفينه طبعا، وزرت الحتة اللي بولس الرسول هربوه منها، باب توما، مش باب توما؟ يعني زرت فيها زيارات جميلة خالص هناك في سوريا. كمان بصلي يا رب يعطي هدوء وسلام في سوريا، لأن سوريا دولة إحنا نحبها، والسوريين والمصريين قريبين لبعض جدا جدا في كل شيء، ده فضلا عن المحبة الدينية اللي موجودة ما بين الكنيستين، كنيسة السوريانية والكنيسة القبطية. بصلي كمان من أجل موضوع المطرانين المختفيين دول، صلي إن ربنا يحفظهم وربنا يرجعهم بالسلامة، ونفرح بوجودهم بعد هذا الغياب. وأنا عندي ثقة ورجاء فالله إن تنتهي القصة دهية بسلام ويكون تكون سبب فرح للجميع. طبعا الكنيسة السريانية والكنيسة القبطية إخوات في الإيمان زي ما أشار نيافة المطران الحبيب، ومحبة كبيرة تجمعنا، وزي ما قلت دلوقتي أبانا الذي بالسورياني، أنا لي أصدقاء سوريان من السويد،
بيجوا يزورونا في القاهرة، وكل ما يجوا القاهرة أقول لهم من فضلكم قولوا لي أبانا الذي بالسورياني، بحس إن لحنها لحن جميل برغم إن الكلمات السوريانية أنا مش عارفها، لكن لحن جميل وفي روح العبادة اللطيفة اللي بنقدر نشرحها بقلبنا. أنا عايز أكلمك كلمة روحية قصيرة جدا. صوابع إيدينا خمسة مش كده؟ صح ولا إيه؟ صح. في الكتاب المقدس بيقول لنا خمس أفعال نعملهم كلنا ويا بعض. بيقول لنا كده: افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا، عيشوا بالسلام. نقولهم تاني؟ يا افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا، عيشوا بالسلام. تعرف تقولوها؟ ها؟ تاخدوا 5/10. يلا نقولها تاني. افرحوا، قولوا وياي افرحوا، ها افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا، عيشوا بالسلام. يلا تقولوها لوحدكم كده شطار. ها افرحوا، برافو عليكم، كلكم تاخدوا 10/10. أول حاجة، والخمسة دول على صوابع إيدينا، أول حاجة افرحوا بالمسيح. افرح بمحبة ربنا. خلي حياتك وانت عايش في أي مكان فرحان بمسيحك اللي قريب ليك، اللي اتصلب على الصليب علشانك. افرح بالمسيح لأن المسيح لما جه مخصوص علشان يفديك ويرفع عنك خطيتك. أصل الخطية دي عاملة زي المرض، والمرض ده ملوش غير دكتور واحد، طبيب واحد، نسميه الطبيب الحقيقي، هو شخص ربنا يسوع المسيح. عشان كده مهما تجتهد ومهما تروح ومهما تعمل وعايز تفرح نفسك مش هتلاقي فرح أحسن من فرح المسيح. امسك في مسيحك، وفي يوم من الأيام بعد عمر طويل لما تروح السماء هتقف قدام المسيح، مش هتقف قدام حد تاني، والمسيح كده هيبقى فرحان بيك لأنك عشت بيه وماسك فيه على الأرض. لما هتروح السماء هو هيبقى ماسك فيك في السماء. افرحوا بالمسيح، وصية، قولها وياي كده: افرحوا بالمسيح. عايز أسمع. ها افرحوا كل واحد بقى في البيت، انا واخواتي، انت وزوجتك وانت وزوجك، ولادنا وبناتنا وكبار والصغيرين، افرحوا بالمسيح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين: اكملوا بالكنيسة. يعني خلي الكنيسة، كنيستكم جميلة خالص والديزاين بتاعها جميل خالص وشكلها حلو، ألوانها جميلة، اللون الأبيض مع اللون اللبني ده بيفكرنا بالسماء، حاجة جميلة خالص. وطبعا الكنيسة مش جميلة بالمبنى، هي بتبقى جميلة بالناس، بالشعب، بالمؤمنين، بالإكليروس، بالرعية، الكنيسة كده. اكملوا بالكنيسة، خلي الكنيسة دايما عايشة جواك وانت عايش جواها. خلي الكنيسة دايما انت مرتبط بيها، مش مرتبط ارتباط شكلي لكن ارتباط حقيقي بالكنيسة، لان الكنيسة دي عاملة زي السفينة اللي في وسط البحر، مركب حوالينا بحر لو الانسان نزل فيه يمكن يغرق، لكن الكنيسة هي السفينة اللي تحفظ ولادها، زي ما بنشوف في الخدمة هنا، وزي ما أنا زرت بعض الكنائس القبطية والنهاردة فرحان بزيارة كنيسة سوريانية. الكنائس دي كلها بتساعد في أنها تنقذ كل إنسان مؤمن باسم المسيح. فعشان كده اكملوا بالكنيسة، خلي الكنيسة دايما قريبة ليك ودايما بتروحها، بتمارس أسرارها، عايش في التوبة فيها، خلي قلبك حلو دايما،
فرحان بكل اللي بيتم في الكنيسة، بأعيادها، بأصوامها، بكل شيء. فأنت لازم وأنت بتغذي جسدك تغذي روحك من الإنجيل، الآية اللي بتقراها كل يوم واللي بتاخدها وبتعيش بيها. وفي آية حلوة تهالي كلكم عارفين بتقول كده، النفس الشبعانة تدوس العسل. النفس الشبعانة بكلمة ربنا تدوس العسل، أي عسل في العالم، أي حاجة تغرينا، النفس الشبعانة تدوس العسل. خلي إنجيلك كل يوم إنجيلك تفرح بيه. في قصة كده عندنا في مصر أقولها لكم، قصة زمان يعني، لكن ما فيش مانع أقولها لكم كده. أبونا راح زار بيت من البيوت، بعد ما قعد ويا الراجل والست والولاد والبنات، قال لهم هاتوا الإنجيل عشان نقراه. فقعدوا يدوروا على الإنجيل، طلعوا فوق ونزلوا تحت ودوروا تحت السرير وفوق الدولاب لغاية ما لقوا الإنجيل بس عليه تراب، فنظفوه قالوا تفضل يا أبونا الإنجيل. ففتح الإنجيل لقى جواه مقص، مقص صغير كده، فقال لهم يا حبايبي في مقص في الإنجيل. فالناس بصوا له كده قالوا له يا سلام يا أبونا، ده أنت راجل بركة كبيرة، ده احنا بقالنا سنتين بندور على المقص، بندور بقالنا سنتين على المقص. يعني بقالهم سنتين ايه فتحوش الإنجيل؟ اوعى يكون المقص ضايع عندكم في البيت ولا حاجة، يكون مستخبي في الإنجيل. تعزوا بالإنجيل، أنا قلت ثلاثة، افرحوا، اكملوا، تعزوا. نمرة أربعة، اهتموا اهتماما واحدا، اهتموا اهتماما واحدا. دايما أكتر حاجة تفرح المسيح إن احنا نعيش في وحدانية. يعني في وحدانية زي ما قلت في الأول وزي ما قال نيافة المطران، إن الكنيسة السريانية والكنيسة القبطية إخوات شقاق، ما انفصلناش أبدا، ومحبتنا البعض متبادلة. وزي ما أشار في كلمته عن ماري ساويرس الأنطاكي، عندنا جه وعاش في مصر وتنيح في مصر، وعندنا ماري إسحاق السرياني، وعندنا في مصر دير اسمه دير العذراء المشهور بالسريان، وعندنا أحباء كتير ينتموا للكنيسة السريانية. اهتموا اهتماما واحدا، خلي بيتك واحد، تخلوش منقسم، خلي كيانك واحد بدون انقسام، خلي كنيستك كنيسة واحدة، خدمتك خدمة واحدة، باستمرار نعيش في وحدانية. اهتموا اهتماما واحدا، خلي خدمتك دايما واحد. انا قلت اربعة لغاية دلوقتي، ها افرحوا، عايزكم بقى كلكم شكلكم نايمين كده، ها افرحوا واكملوا وتعزوا واهتموا اهتماما واحد. اهتموا اهتماما واحد، الاهتمام الواحد ده اللي هو السماء، يعني اهتم بالسماء اللي احنا عايشين، احنا عايشين على الارض عشان يبقى لنا نصيب في السماء. اخر حاجة، عيشوا بالسلام، اعمل سلام دايما، خليك كده شخص صانع سلام. اعمل سلام في البيت، سلام في الكنيسة، سلام جوه الأسرة، سلام ويا اخواتك، سلام في خدمتك، سلام في العمل بتاعك، عيشوا بالسلام. كل واحد فيكم كده يبقى صانع سلام في كل مكان هو يتواجد فيه. والآية تقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أنا قلت الخمسة هم، والخمسة دول خمس وصايا صغيرين وممكن تحفظوهم، مش عارف حفظتهم ولا لا. ها نمرة واحد إيه؟ افرحوا بالإيه؟ ونمرة اتنين، ونمرة تلاتة، وأربعة اهتموا اهتماما واحدا بالسماء يعني.